بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال ابن جرير عن ابن عباس: في هذه الآيات الكريمات يقول تعالى: وقالوا، أي المشركون الكفار كفار قريش، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى تفجر لنا الأرض ينابيع، فإن بلادنا في حاجة إلى الماء. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تكون أنت بنفسك لك جنة تأكل منها وتطعم من شئت، لأنك تتعب في تحصيل لقمة العيش، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أو تسقط السماء كما زعمت أنك أن السماء تسقط يوم القيامة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تأتي بالله وبالملائكة يشهدون لك، يحضرون معك ويشهدون بأنك صادق، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، أو ترقى في السماء بسلم خاص بك، ولن نؤمن لرقيك، ما يكفينا أن ترقى أنت وحدك، حتى تنزل علينا كتبا مخصوصة بأسمائنا لفلان وفلان وفلان، إنما جاء به محمد صدق، نقرأه قراءة واضحة، قل لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هؤلاء كفار قريش يتعنتون ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وهو الصادق عليه الصلاة والسلام المصدوق، لا يفتري الكذب، وإنما هو كلام الله جل وعلا يأتي به من عند الله، فهو صادق فيما يقول ويفعل عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير،
حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا شيخ من أهل مصر قدم منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عتبة هؤلاء كبار صناديد قريش الذين كثير منهم قتل يوم بدر والبعض منهم أسلم فيما بعد وحسن إسلامه أن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا الأحتري أخا بني أسد والأسود بن المطلب ابن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن ربيع بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ومنبها ونبيها ومنبها ابني الحجاج اجتمع هؤلاء النفر من كبار قريش الكفار الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه أو من اجتمع منهم خشية أن يكون بعضهم لم يحضر هذا الاجتماع. بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة حول الكعبة قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد مكلموه وخاصموا حتى تعذروا منه فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدا وكان عليهم حريصا يحب رشدهم وهدايتهم. لما أرسلوا هؤلاء كلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا يتوقع أنهم بدا لهم في استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق على النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم وبعدهم عن الحق والصواب فقال لعلهم يستجيبون إن شاء الله. فجاء مسرعا عليه الصلاة والسلام وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدا وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عناتهم حتى جلس إليهم. جاء صلى الله عليه وسلم وجلس إليهم حول الكعبة فقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك نعذر فيك لتعذرنا الناس أننا ما تركنا شيئا يناسبك إلا وعرضناه عليك ورغبناك فيه وأنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. يظنون أنه جاءهم بشيء لا يليق ولا يناسب. قالوا ما من رجل من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت عليهم من العنت والمشقة والتعب. لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة
فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك. استكثروا منه هذا وقالوا إنك شتمت الآباء، شتمت آباءنا الأموات وعبت الدين، دينهم دينهم الشرك والكفر والضلال، وسفهت الأحلام، سفهت جهلت والأحلام العقلاء، يعني عقلاءنا جعلتهم جهالا. وشتمت الآلهة، كان عليه الصلاة والسلام يقول هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تستحق أن تكون آلهة، وإنما الإله جل وعلا الواحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد. وفرقت الجماعة، منا من اتبعك ومنا من لم يتبعك، وفرقت بين الأخ وأخيه وبين الأب وولده وبين الوالد وابنه وهكذا، فأنت جررت لنا أمرا سيئا جبته من عندك، وأدخلت على قومك ما أدخلت عليهم من الشقاء والبؤس. لقد فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئتنا فيه فيما بيننا وبينك. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعناك الأموال، يقول فكنا من شرك، اقبل منا ما نعطيك، نعطيك الأموال الطائلة علشان تكف عنا شرك هذا. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فيما فينا سودناك علينا، جعلناك سيدا علينا ومالكا لأمرنا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك به تراه قد غلب عليك، وكانوا يسمون النابع التابع من الجن الري، فربما كان ذلك فيك بذلنا لك أموالا في طلب الطلب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. يعني بدا لهم، قالوا له إنك فعلت وفعلت وأدخلت على قومك ما لم يدخله أحد على قومه، فإن كنت تريد المال جمعناك لك من أموالنا ما يكفيك، وإن كنت تريد الشرف والرئاسة جمعنا لك، جعلناك رئيسا علينا، وإن كنت تريد أي شيء أعطيناك إياه، المهم أن تفكنا من شرك هذا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون، لست أريد مالا ولا جاها ولا رئاسة، وليس بي طب ولا أحتاج إلى علاج، وإنما أطلب أن تعبدوا الله وحده كلمة واحدة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب. قالوا كلمة واحدة تفعل منها كذا نعطيك إياها وعشر أمثالها. قال تعبد الله وحده. قال تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا لنعبد الله وحده. وكانوا يرون أن الصواب معهم وهم بعيدون كل البعد عن الصواب، منهم المعاندون ومنهم الذين يقولون ما لا يعتقدونه، وإنما قالوا ذلك مجاراة
ولئلا يعلم الجهال أن محمدًا على الحق رفضوا إليه كل ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أريد منكم ما تقولون، وإنما أريد منكم أن تعبدوا الله وحده إن آمنتم بما قلت لكم وصدقتم سعدتم في الدنيا والآخرة، وإلا خسرتم الدنيا والآخرة. ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبشيرا لمن أطاعه بالجنة ونذيرا لمن عصاه بالنار. بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو خير حظكم بالدنيا والآخرة، وإن تردوها علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أحتسب ولن أقاتلكم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخشى بعض الرواة أنه قال غير ذلك فقالوا وتقولوا عليه، فقالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال. إذا كنت من تعطينا ما نطلب منك فاطلب أنت من ربك أن يبعد عنا هذه الجبال. وراودوه على ذلك وأبى صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أبلغكم رسالة ربي، ما جئت لكم لأعطيكم ولا لأخذ منكم، والله جل وعلا يعلم أنهم لن يؤمنون وإنما يتعنتون عليه ويتحرج ويحرجونه لعله يرجع عما يقول. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعث، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني الله به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فحظ لنفسك، اسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جنانا وكنودا وقصورا من ذهب أو فضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك عند ربك إن كنت رسولا كما تزعم. قالوا: اسأل الله جل وعلا أن يعطيك من الدنيا ما تحب، ويكفيك عن شعف العيش والتعب والنكد، أنت نراك تجمع الدراهم والدنانير بالشقة والذهب والتعب وزيادة الألم، فإن كنت كما تزعم عند الله كريمه وتسأله فأسأله أن يعطيك ما تحب. قال: ما أنا بفاعل. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وقد بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر إلى أمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. اقرأ حديث ابن جرير هذا يا اقرأ. قال ابن جرير: عن ابن عباس: إن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب
وأبا البختري والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد أولئك كبراء قريش، وهم أكبر أشخاص قريش، منهم من أسلم متأخرا ومنهم من قتل كافرا بالعياذ بالله. اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه أن يعذركم الناس إذا لم تقبلوا منه، لأنكم قد ذكرتم له الطلب الذي يريده، قلتم له: إن كنت تريد كذا أعطيناك وتريد كذا أعطيناك، حتى يعذركم الناس. نعم. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنهم قد بدا لهم في أمرهم بداء، لأنه أتاهم بالحق وأتاهم بالصدق وأتاهم بما يناسب عليه الصلاة والسلام. فالعاقل منهم يدرك هذا، لكن بعضهم غلب عليه الجهل، وبعضهم التقليد الأعمى. وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليهم عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. يقول: جئتنا بضرر عظيم، أدخلت علينا ماذا أدخل عليهم عليه الصلاة والسلام؟ أدخل عليهم النهي عن الشرك وعبادة الله وحده. نعم. فقالوا: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من قبيح إلا وقد جئت به فيما بيننا وبينك. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. كان قصدك المال، فنحن نعطيك كل من جزءا كبيرا من أموالنا لتكون أكثرنا مالا. نعم. وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك. وكانوا يسمون التابع من الجن الرأي، فربما كان ذلك. يقول: إن كان هذا الذي يأتيك غصبا عليك تحتاج إلى علاج، فنحن نجمع لك الأموال لنعالجك من هذا الذي يأتيك، يظنون أنه جني يأتيه عليه الصلاة والسلام. فربما كان ذلك، بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقدرون يعذرونه، يعني ما يقدرون أن يبرئوه، إن نبذل الأموال حتى نعالجك، فإن نفعك العلاج فبها والحمد لله، وإن لم ينفعك فتبرأ ذممنا منك. يظن أن الذي به هذا شيطان قعيد معه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن أطاعني بالجنة، ونذيرا لمن عصاني بالنار. فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، سعادتكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فقالوا: يا محمد،
فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول حقا هو أم باطل، فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا به منزلتك عند الله، وأنه قد بعثك رسولا، وأنه قد بعثك رسولا كما تقول. قصي بن كلاب سيد من سادات قريش، مات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. قصي بن كلاب وهو أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ابعثوا لنا نسأله ما الذي حصل بعد موته، وما وهل كلامك صدق أو لا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن فأسقط السماء كما زعمت أن ربك يسقطها، أسقطها علينا لنشرها. فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا: يا محمد، أما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيقدم إليك ربك ويعلمك ما تراجعنا به، ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية. قام عنهم أيس من إيمانهم في الحال، وقام وأبعد عنهم عليه الصلاة والسلام، فتبعه وسار معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخو أم سلمة رضي الله عنها، قام معه وقال: قومك أنصفوك وطلبوا منك أشياء يمكن أن تحضرها لهم، وما دمت لم تحضرها فوالله لا أؤمن بك، لا أؤمن بك أبدا، وهذا
ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أخو أم سلمة رضي الله عنها، ولكنه أسلم قبيل الفتح، أسلم رضي الله عنه قبيل الفتح، ورده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم، وشبعت فيه أم سلمة، فقالت: يا رسول الله، لا يكون أشقى الناس بك ابن عمتك وابن خالك، اقبله. فقبله صلى الله عليه وسلم بشفاعة أم سلمة رضي الله عنها، لأنه أخوها. قام معه عبد الله بن أبي أمية، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تجعل لهم ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأيما والله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه. ولو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادا لأجيبوا إليه، ولكن علموا أنهم إنما يطلبون ذلك كفرا وعنادا. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أعطيناهم ما سألوا، فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم. خيره الله جل وعلا تكريما له، فقال له: إن شئت يا محمد أعطيتهم ما طلبوا منك، لكن من لم يؤمن فإني أعذبه عذابا شديدا لا أعذب أحدا مثله. فقال: لا يا ربي، بل أبقون على مجال التوبة والاستغفار، لعل الله أن يتوب عليهم، ولا تعاجله ربي بالعقوبة. نعم. فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة. وقوله تعالى: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الينبوع العين الجارية. سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز ها هنا، وذلك سهل على الله تعالى يسير، لو شاء لفعله ولا أجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت، أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتدلي أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا أي قطعا. كذلك سأل قوم شعيب فقالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الرحمة المبعوث رحمة للعالمين، فسأل إنذارهم وتأجيلهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، وكذلك وقع. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامهم،
حتى عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال أسلم إسلاما تاما أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عز وجل. وقوله تعالى أو يكون جاء مسلم رضي الله عنه ورده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله فطلب الشفاعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلب من أم سلمة رضي الله عنها فشفعت لهم أم سلمة فأدخلهم وقبلهم عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى أو يكون لك بيت من زخرف قال ابن عباس ومجاهد هو الذهب أن يكون لك بيت من ذهب يعني حتى نعرف أنك مميز عند ربك وأن لك مقام وما كان مناسب إذا صار لك بيت من ذهب. والله جل وعلا أعلم وأحكم فيما يدع ويجيبهم إليه. أو ترقى في السماء أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال مجاهد أي مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان تصبح موضوعة عند رأسه تصبح موضوعة كل واحد يجيه كتاب منا عند رأسه يوضع حال النوم الليل فإذا أصبح وجده من الله كتاب من الله لفلان ابن فلان عليك بالإيمان بمحمد فإنه صادق تعنت ولا أمارة صدقه واضحة. وقوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته بل هو الفعال لما يشاء وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وآمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك. فإذا قال الله جل وعلا إن شئت جعلنا لك الذهب والفضة بيديك قدر ما تريد جعلنا لك في هذه البطحة ذهبا وفضة. فقال عليه الصلاة والسلام لا يا ربي ما أريد هذا وإنما أشبع أحيانا وأجوع أحيانا فإذا شبعت حمدتك وشكرتك وإذا جعت صبرت واحتسبت. فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد الدنيا وإنما يريد الآخرة. عن أبي أمامة فعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك. فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل الكبائن تحتاج إلى توبة أم يكفرها العمل الصالح كما جاء أن امرأة كل عمل سيء إذا تاب العبد منه توبة صادقة فإن الله يتوب عليه. فالله جل وعلا إذا تاب العبد تاب عليه. فإن تبت بالعمل السيء حال حياتك فإن الله يتوب عليك وإذا لم تتب ومت وأنت مصر عليه فأمرك إلى الله جل وعلا إن شاء غفر لعبده وإن شاء عذبه. فالتوبة تجب ما قبلها.
يقول السائل: هل يجوز للمعتمر الآفاقي أن يكرر العمرة ليعتمر عن والديه؟ من حيث أصل الجواز يجوز للمرء أن يكرر العمرة، لكن الأولى له أن لا يكررها، لأن الله جل وعلا يقبل من العبد ما كان خالصا صوابا، فإذا تقرب العبد إلى ربه قبل الله جل وعلا منه. فعليك أخي ألا تكرر العمرة، خير لك، وعليك أن تعتمر لنفسك وتكرر العمرة بعد هذا بزمن، ولا تجعل عمرتك الثانية قرينة للعمرة الأولى معها، وإنما تؤخر قليلا حتى تتابع العمر وتتابع في الزمن، ولا تجمعها في وقت واحد. يقول السائل: هل النافلة مثل الواجبة عن 100,000 صلاة؟ كل عمل يؤديه المسلم من صلاة وغيرها في مكة فهي 100,000، ولم يذكر جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين النافلة والفريضة، فإذا أديت النافلة فالله يضاعفها لك، وإذا أديت الفريضة فالله يضاعفها لك، إذا قبلت وأتيت بها كما أمرت. يقول السائل: يريد أن ينصب مظلة أمام بيته والشارع بدون إذن البلدية، فهل هذا يتناوله الحديث من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أرض؟ هل الأولى؟ فالأولى له أن يستأذن البلدية في هذا، لأن الأمر إليها، فقد جعل الإذن لها ولي الأمر، وعليك أن تطيعها إذا كان في هذا ضرر على المسلمين، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ما فيه ضرر، وإنما يقبل على الطاعة والعمل حسب تعليمات ولي الأمر. يقول السائل: ما حكم دخول الكافر المسجد ليشهد خطبة الجمعة؟ الكافر له أن يدخل المسجد ليسمع خطبة الجمعة لعله يستفيد منها، لكن ليس له أن يقيم في مكة. مكة ما يصح أن يقيم بها كافر، وإنما يسمع خطبة الجمعة في غير مكة لعله ينتفع بها. يقول السائل: ما حكم امرأة زادت عندها الدورة الشهرية عن عادتها، وهل لها حد أقصى؟ قد تزيد العادة الشهرية وتنقص، فعلى المرأة أن تنظر في عملها وكيف زادت العادة، فإن تكررت الزيادة 3 مرات فهي عادة شهرية زادت أو نقصت، وإن لم تتكرر فتوقف عن ذلك، لأن السعادة الشهرية يلزم أن تتكرر 3 مرات حتى يعتبر أنها عادة. يقول السائل: في الصلاة من أي مكان يضع الإنسان يديه، هل فوق الصدر أو تحت، هل فوق الصدر أو تحته أو تحت السرة؟ الأمر في هذا سهل يا أخي، لا تشدد على نفسك، إنما إذا ضممت يديك على صدرك أو على أعلى بطنك أو على أي مكان من جسدك فذلك حسن، وعليك أن تتق الله جل وعلا
وتأتي بالشيء المناسب ولا تشهر على نفسك في ذلك. يقول: هل يصح أن أصلي صلاة الجنازة مرة أخرى إذا أصلي عليها مرة ثانية لمن لم يصلي عليها؟ لا يا أخي، ما ينبغي لك ذلك، وإنما عليك أن تصلي صلاة الجنازة مرة واحدة ولا تكررها، فالسنة في صلاتها مرة واحدة وهكذا. يقول السائل: صلى الإمام المغرب وقرأ آية فيها سجد وظننت أنه سجد فسجدت، فإذا به يقول: سمع الله لمن حمده، فأدركت الركوع ولكن بعد السلام قمت وصليت الركعة التي فاتتني، فهل عملي صواب؟ لا يا أخي، قيامك بالإتيان بركعة لهذا السبب ليس بصواب، وإن عليك أن تتابع الإمام، فما دمت أدركته في حال الركوع وركعت بعده فلا بأس، فيكفيك ذلك. وأما الإمام فعمله صحيح، الإمام لا يلزم أن يسجد عند كل سجدة، فسجود التلاوة مستحب أحياناً وأحياناً لا يسجد الإمام ولا بأس بذلك، فهو بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فسجد، وقرأت بين يدي السجدة فسجد، ثم قرأت مرة أخرى في نفس الموضع فلم يسجد، بعدما تهيأ الناس للسجود ينتظرونه يسجد ليسجدوا، فقال: إن الله لم يفرض علينا السجود وإنما أمرنا بذلك، فمن سجد منا فبها ونعمت، ومن لم يسجد فلا بأس. يقول السائل: أيهما أفضل يوم الجمعة، صلاة الفجر والجلوس لصلاة الجمعة، أم الرجوع للبيت والتهيئ للجمعة والمشي إليه مبكرا؟ كلاهما خير، وكلما جلست في المسجد أكثر فهو خير لك، فحري بك أن تكثر الجلوس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه رباطا، فقال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة. يحسن بالمسلم أن يكثر من انتظاره في المسجد، لأن جلوسه في المسجد عبادة وبمثابة الصلاة. يقول السائل: جئت إلى مكة لأداء العمرة مع أولادي، ووصلنا في وقت متأخر في الليل، وكان أحد أبنائي محرما وعمره 13 سنة، فخلع إحرامه جهلا، ولكن أمرته بإعادة لبس الإحرام، وأخذ عمرة في اليوم الثاني. الواجب على المسلم إذا دخل مكة محرما ألا يتحلل من إحرامه أبدا حتى يؤديها، فإن كان تحلل وعاد إلى الإحرام فلا بأس عليه بذلك إن شاء الله، ورجوعه عن إحرامه ليس بصحيح، بل هو أحرم من جديد، وإحرامه الثاني تابع للإحرام الأول، لا يعتبر جديدا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.